للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني. يعني بعد تحية دكتور سمير، كيف ترى نجاح الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، وذلك من خلال المشروع الضخم مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك يعني وفقا لما ذكرناه منذ قليل أن منظمة أونكتاد ذكرت أن مصر الآن في المركز الثاني بالنسبة للدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي، وذلك خلال عام 2024. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا بعد الإعلان من دولة رئيس الوزراء عن تفاصيل مشروع الصفقة الاستثمارية الكبرى والشراكة المحترمة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، مصر هي الأولى إفريقيا في استقبال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. بقالنا أكثر من 3 سنوات احنا الأول إفريقيا والثاني عربيا، يمكن بعد الصفقة دي كمان وصفقات أخرى تليها، وتجهيز الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عدة. يعني احنا بنتكلم النهاردة في قطاع التطوير العقاري والسياحي واللوجستي، هناك أيضا مشروعات سيتم الإعلان عنها في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الصناعة التحويلية. أتوقع أن مصر بإذن الله بنهاية هذا العام هتكون هي الأولى أيضا عربيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. نعم، كيف ترى نهج الدولة في تنمية منطقة الساحل الشمالي بشكل عام وجذب الاستثمار الأجنبي إليها دكتور سمير؟ مما لا شك فيه القيادة السياسية وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه وإعلانه بداية الجمهورية الجديدة، كان هناك المخطط الاستراتيجي العمراني لمصر، وكان في أهم محاوره هو تطوير الساحل الشمالي الغربي لمصر بداية من العلمين حتى السلوم، مرورا بمدن كثيرة منها رأس الحكمة، منها جرجوب، النجيلة وهكذا مدن. فكان هذا المحور يشتمل على الطريق الساحلي 10 حارات ذهابا وإيابا، أيضا العديد من المناطق الخدمية جنوب الساحل، واستصلاح زراعي في منطقة مستقبل مصر. نعم. محطات لتحلية المياه، مشروع محطة الضبعة النووية ويكون إنتاج كهرباء نظيفة في القريب العاجل، أيضا مشروع القطار الكهربائي الذي يربط ساحل البحر الأحمر في منطقة العين السخنة والجلالة بمرسى مطروح، مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر. نعم. كل هذا المخطط كان انتجريتد متكامل، يصب في ربط الدولة المصرية شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فتح شرايين للتنمية. أتوقع أنه ما حدث من هذه الصفقة هو بداية لجني ثمار ما تم إنفاقه على مدار الـ10 سنوات ما يقارب الـ10 تريليون جنيه، وده اللي كنا دايما بنقوله للمواطن المصري. احنا في مرحلة إصلاح اقتصادي، مرحلة بناء دولة جديدة ببنية تحتية محترمة تستطيع تحمل الزيادة السكانية، فتح فرص عمل وخلق شرايين جديدة للتنمية في جمهورية مصر العربية. إلى أي مدى برأيك هذه الشراكة سوف تفتح بابا من أجل تطوير المزيد من المناطق السياحية والتجارية المصرية؟ الشراكة التي تمت تعتبر من الميجا بروجكت، من المشروعات الثقيلة، من العيار الثقيل، تستطيع أن تجعل مصر وجهة. النهاردة عندنا تطوير كان دائما بيتم في الماضي على شكل كومباوند أو ريزورت أو منتجع سياحي صغير. دي مدينة ضخمة متكاملة. نعم. فيها مطار دولي، فيها مرسى لليخوت، فيها منطقة للصناعات التكنولوجية، فيها جامعات، مدارس دولية، مستشفيات من أحدث المستشفيات، يكون في سياحة علاجية وسياحة شاطئية، هناك تكامل، مدن سكنية، منتجع سياحي. فأظن أن دي بداية لتجعل أنظار كل المستثمرين في العالم تتجه إلى الساحل الشمالي الغربي المصري، وأيضا وبأكد ساحل البحر الأحمر سيكون هناك قريبا أيضا تنمية ضخمة ستتم عليه. طيب من وجهة نظرك يا فندم، وده يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه بشكل كبير، عن المردود الذي سيعود على الشارع المصري، على المواطن المصري، من هذا المشروع العملاق، مشروع تطوير رأس الحكمة، وحجم الأموال الأجنبية المتدفقة والتي ستضخ في السوق المصري على أثر هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى؟ طبعا هناك مردود سريع على المدى قصير جدا، وهناك مردود على المستوى المتوسط والمستوى طويل الأجل.
على المستوى السريع شهدنا تراجع في سعر صرف العملة الأجنبية تحديدا الدولار في السوق الموازية نتيجة تدفق 35 مليار دولار منها 15 مليار دولار في خلال أسبوع كما أعلن دولة رئيس الوزراء و20 مليار دولار في خلال شهرين. ده كان له مردود أنه بيساعد البنك المركزي المصري وبيتيح لي السيولة النقدية من العملة الدولارية يقدر يضبط سعر الصرف. ده كان مطلب مهم جدا يترتب عليه ضبط الأسعار السلع والمنتجات، فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات والمواد الوسيطة للصناعة المصرية والصناعة التحويلية تحديدا. أيضا من المردود على المدى القصير هو فتح المئات الآلاف من فرص العمل، لأن ده مشروع ضخم هيحتاج مهندسين وعمال وفنيين ومحاسبين وتخصصات كثيرة جدا، تشغيل أيدي عاملة مدربة. وأيضا على المستوى المتوسط هيكون له مردود أنه هيدخل لي 8 مليون سائح. إحنا في منطقة الساحل الشمالي الغربي كان عدد الغرف الفندقية لا يتعدى 4000 إلى 5000 غرفة فندقية، متوقع إضافة الكثير من الغرف الفندقية قد يصل إلى 200 ألف غرفة و 400 ألف غرفة فندقية تستقبل 8 مليون سائح سنويا. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.